البنات، السلام على كل المشاهدين اللي كيشاهدونا في مكتبتو. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم البنات جاتكم بواحد التشكيله ديال هذا الموديل هذا اللي غزال بزاف، فيه واحد التشكيله ديال الالوان اللي غزاله. تابعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوناش باللايكات، تعاليق زوينه، الاشتراكات مع الاهل والاصحاب ديالكم. اللي ما مشتركش يشارك. شوفوا معي البنات، هذا اول لون اللي هو التركو، هذا كيجي غزال في اللبسه. هذه البنات لها الطاي لارج، شوفوا معايا البنات التريز ديالو شحال فن، شي حاجه متقونه. قلت لك سؤال الثمن، علاش نكتب الثمن؟ دائما تنكتب الثمن في العنوان ديال الفيديو وحتى في الشاشات الفيديو. الثمن اللي 250 جد مناسب على موديل بحال هكا، توب كريب، شي حاجه اللي غزاله بزاف. شوفوا معايا البنات، شوفوا الكميمات، تكون تنحاول نبين لكم الناس اللي بعاد. على استقراب راه كيجيو المحل، مرحبا بكم، الف مرحبا. اللي كيسولوا فين متواجد المحل، متواجد في القريه سلا، القريه قريبه مستشفى مولاي عبد الله امام القرد الفلاحي. راه كاين قرد فلاحي واحد اللي كاين في القريه، انا جيت الشارع لي اون فاس ليه. واللي ما عرفاش تتواصل معايا في الرقم ديال في الفيديو او تكتب في جوجل بوتيك ايلول ومرحبا بالجميع. هذا كيف مشيو معايا اول لون، نخليكم مع باقي الالوان. وكاين البنات هذا اللون هذا، شوفوا معايا المارو بالباج كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لكم الطول فيه فتحه صغيره في الجناب، شوفوا معايا كتجي جلايه بحال هكا يا بالقبيب. البنات هي طاي لارج، شوفوا معايا التريز داخل فيها هذا الخضر، هذا كتجيب السقلي صالة كيف ما شفتوا معايا مخزانية. كنتمنى هاد اللوينة كلها اللي تشوفو معايا تنال الإعجاب ديالكم. هاد لي كيسو على التوصير راه كنوصلو لجميع المدن المغربية حتى خارج المغرب. شوفو معايا البنات لي كيسولو على التوصيل واش تيكون يعني الخلاص ديالو قبل ولا حتى كتوصل للدار، لا البنات كتكون قبل. علاش؟ حيت شحال حتى كتسولني كتقول لي كناخذ الكوموند، علاش؟ حيت ماشي كاع الكليان بحال بحال. كاين الكليانه اللي كتكون نيشان يعني كتكوموندي كيتصل بها ليبرور كيوصل عندها كتاخذ الكوموند تتخلصوا. وهذا كاينه السيده اللي كتكوموندي وكنمشيو للامانه ولا اي شركه توصل اللي كنبعثوا معاها كنخلصوا حنا، حيت ضروري كتخلصي هذيك 60 درهم ولا 50 درهم ولا 40 درهم على حسب الوزن كنخلصوها حنايا باش ملي كتبغي شي سيده هي اللي كتخلص داك التوصيل. ولكن كاين شي سيدات الله يهديهم ما كيبقاوش يجاوبوا لي برور، ما كيبقاوش يجاوبوا يعني صافي النمره ما كتعطاش هي هذيك ولا المهم ما كتبقاش تجاوبوا وما كتوصلناش الجلابه. يعني كيكون عندي خساره في جوج المرات، كتكون عندي خساره في هذيك 50 درهم ولا 60 درهم اللي كنخلصوا حنا في الاول ديال لي برور، هذيك ديال الشركه ديال التوصيل، هذيك كتبقى ديال التوصيل، هذيك كتكون عندي خساره في هذيك وكتكون عندي خساره حتى في الجلابه. علاش؟ حيت ما كتوصلنيش في يعني في هذيك الاسبوع ولا في لا كتبقى 15 يوم حتى الشهر وهي هي في الامانه، يعني ما كتوصلنيش يعني الموديل ديالها تيكون فات جاني موديل اخر وعاد كيصلني هذا الروتور هذا. يعني من هذه الناحيه هذه انا علاش كندير الفلوس تيخلصوا قبل عاد يعني انا المحل راه عارفينو فين كاين، وجهي راه كتشوفوه، يعني كنقدم لكم الموديل اللي بغات يعني اللي بغات كوموندي راه تيكون خلاص قبل. وسمحوا لينا راه حيت حنا فات المشكل بزاف بزاف وكيبقى فينا الحال على هاد الخسارات اللي كيكونوا، يعني الربح تيكون ما تيكونش عندنا حنايا زعما الربح في جلابه ربح كبير اللي انا ما بقاش فينا داك الربح اللي داك الخساره اللي كتبقى، لا ماشي تكون عندك الربح ديال 50 او 60 او 40 درهم في الجلابه. فهمتوني؟ كنتمنى تفهموني وشكرا لكم بزاف على التفاهم ديالكم وخليكم مع الموديل من الاول حتى الاخر. فيه كلونه غزاله بزاف، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا كيف ما قلت لكم هذا المارو بالباج، وخليكم مع التلوينات اخر. شوفوا معايا البنات هذا الاحمر كيف ما كتشوفوا معايا، حتى هو داخل فيه داك الخضيطر بالسقلي كيف ما شفتوا معايا، شي حاجه متقونه. شوفوا الطرز، شوفوا الكميمات،
من الموديل نال الاعجاب ديالكم في صاله مخزانيه. بالنسبه للسيده اللي كتبغي تاخذ القياس باش تصيفطوا لينا يعني تاخذوا من هنا. بالنسبه للجلابه المخزانيه كتاخذها من هنا يعني تحطي السنتيم هنا وتعبري يعني تشوفي من هنا شحال. الا عندها جلابه مخزانيه ما عندها جلابه مخزانيه تعبر غير العاديه. هي العاديه راه حنا عاد مثلا عندها هنايا في العاديه 30 غادي نعطيها اكس لارج لارج يعني بحال هكايا. والطول من هنا الطول من هاد البلاصه فين تتكون الخياطه الطول من هنا حتى لتحت يعني حتى الطول من هنا حتى لتحت. اللي ما عرفتش تاخذ القياس يعني اقرب شي خياط حداها في الحومه اقرب هكايا ياخذ لها القياس وتصيفطوا لي. شوفوا معايا هذا المثل اللي لابسه راه طايل ام وخليكم مع باقي الالوان. شوفوا معايا البنات الغوز هانتوما شوفوا الافتتاحات اللي تيكونوا افتتاحات صغيورين ثوب ما نقول لكم عليه غزال غزال بزاف. شوفوا معايا كيجيو هكا بالقضيب كيفما شفتوا صاله مخزانيه هذه داخل فيها كيفما شفتوا تيركوا. شوفوا معايا تركوا داك الغوز البارد وسقل لي شي حاجه اللي غزاله بزاف. كنتمنى الاعجاب ديالكم. تبرا دائما كنشكروا لكم ونعاود نشكروا يعني هو دائما اللي غزال بزاف. كنحاول نوفر هذا النوع هذا ديال هذه الجلابه هذه اللي كيكون الثوب ديالها غزال بزاف بحال هكا. حتى انا عارفه الكليانت ديالي دواقين تبغوا الحاجه ثمن مناسب حاجه زوينه كاليتي زوينه يعني تلبسيها وانت مرتاحه. خاصه الثوب هذا في هاد الاجواء ديال الصيف تلبسيها وانت مرتاحه ضمان 100% من عندي. شوفوا معايا كان هذا الغوز الغوزان ديالو الغوزان المغالق. شوفوا معايا وخليكم معايا الالوان اللي مازال. وكاين البنات هاد اللون هذا هاد ملي يكون باين لكم باج فاتح يعني بلون كاسي بحال هكا يعني باج فاتح. شوفوا معايا وكاين واحد الباج ديالو انا غادي نوري لكم من بعد هذا غالق. شوفوا معايا تطريز داخل فيه الخديده داخل هاد الكاشيري. شوفوا معايا نتمنى التصوير يكون واضح. صاله كيف ما شفتوا مخزانيه هذا الطيلاج سقل لي كيف ما شفتوا معايا. كيف ما قلت لكم هذا باج فاتح وخليكم معايا مع الباج الغالق. هذا الباج الغالق شوفوا معايا راه كاين الفرق. شوفوا نتمنى يكون التصوير واضح والالوان واضحه. كيف ما قلت لكم هذا باج غالق هذا فاتح نفس الالوان اللي داخله في التطريز هي داخله فيهم بجوج. شوفوا معايا نشتو افتتاحات صغار في الجناب قبيب عادي كيف نشتو معايا. نتمنى منها تكون نات الاعجاب ديالكم وخليكم معايا. وشوفوا معايا البنات هذا الكحل كيف ما كتشاهدوا معايا حتى هو داخل فيه لوينات غزالين الكرونه وهذا الخضيضر. شوفوا معايا الكميمات كيجيو غزالين بالطرز بحال هكا كيف ما شفتوا معايا. كنوفروا تطريز بلدي كنوفروا العصري كيف ما شفتوا معايا بيد اللي قبل بالسلسله شي حاجه عصريه يعني كنحاولوا نرضيو جميع الاذواق. كنتمنى جميع الموديلات اللي كنوفر تنال الاعجاب ديالكم. هذا البنات راه طايلاج كيف ما قلت لكم قبل في الفيديوهات ملي كتحط الفيديو تيكونوا متوفرين جميع لي طاي من الام. شي مره تيكون حتى الاس تيكون قليل الاس هو تيكون شي مره متوفر من الاس ل 3 اكس لارج. شوفوا معايا ثوب يا سلام نحتاج تعاود نشكرو. شوفوا معايا البنات
وخليكم معايا مع باقي الالوان. شوفوا معايا البنات هذا البلوك هو، شوفوا معايا دخل فيه الغوز والتركوا، كيجي بالسقلي يعني كيف ما الموديلات اللي شفتو معايا اللوينات الاخرين. البلوك هو حتى هو تيكون عليه طلب بزاف هاد اللوين هذا. نتمنى كاع الالوان اللي شفتو معايا تنال الاعجاب ديالكم. نحاول نوفر اللوينات اللي تيكونوا اليوم طلب وزوينين يعني كلشي تيعجبهم. هذا بنت الطاي لابسه راه لارج، شوفوا معايا راه لارج هاد الطاي هادي. وخليكم معايا في اللون اللي مازال، شوفوا معايا البنات هاد اللون هذا خطير هذا غالق كيف ما كتشوفوا معايا. هذا اللي داخل فيه الاحمر والتركوا، شوفوا معايا عن قرب هذا الاحمر والتركوا، شوفوا مع الصقلي. اللوين تا هو غزال بزاف. وكان البنات هذا اخر لون مع معايا فهاد الموديل، هذا اخر لون. غتوفروا البنات اخر من غير هاد البنات اللي شفتو معايا، غادي نبارطاجيها معكم اكيد اكيد. البنات البنات ما تنساوناش لايكات شي تعليق زوينه، وانكم تبارطاجيو مع الالوان الاصحاب ديالكم لي فيديو حتى هما ربما تعجبهم شي جيبه ويتقداو من عندي. وشكرا لكم بزاف بزاف، خليكم مع الفيديوهات الثانيه.